يعني يستاهل ان هو تكون موجود في وسط جيل زي ده. طبعا كان حلم، يعني كان حلم الواحد لما طلع في وسط النجوم دي. الواحد ما كانش مصدق نفسه، يعني ما كانش مصدق نفسه ان هو وصل لنادي الاهلي الجزيره. يعني الواحد وهو في مدينه نصر كان بيحلم ان هو يروح نادي الاهلي الجزيره يتمرن مع الفريق الاول. فلما بدات العب معاهم ماتشات كمان، فدي حاجه يعني لما الواحد صدق حلمه بقى بدا يلعب ويندمج مع الفريق. يعني مين اللي كان في مكانك وقتها؟ مين كان في باك ليفت؟ انت طلعت على انك باك ليفت صح؟ صح. مين اللي كان بيلعب في مكانك وقتها؟ كان كابتن سيد معوض وكان جيلبرتو. وجيلبرتو بس جيلبرتو وقتها كان مصاب. مصاب. يعني كان قاعد فتره كبيره مصاب. فكان كابتن سيد معوض اللي بيلعب، ولما كابتن سيد لما كان بيتصاب يعني هو لما كان بيتصاب ما كانش، يعني هو الفتره دي كان بيأدي بصوره كويسه جدا كابتن سيد، فلما كان بيتصاب كنت انا باخد فرصه يعني. واشتغلت وقتها مع كابتن حسام البدري، هو اللي اداك الفرصه او البدايه الاولى. صح بالظبط كده، هو اللي اداني الفرصه، هو اللي طلعني، هو اللي كان مقتنع بيا. يعني المدير الفني لما يبقى مقتنع بلاعب ويديله فرص كتير جدا وبيبقى عايز انه يظهر بشكل كويس قدام الناس. الفتره دي لعبت كام موسم في النادي الاهلي؟ ان في بعدها فتره اعاره او بيع لتليفونات بني سويف ثم لنادي سموحه، وسموحه دي كانت نقطه انطلاق مره اخرى في حياه ايمن اشرف. والله انا لعبت على ما اتذكر موسمين ورا بعض. كانوا مع كابتن حسام. كان مع كابتن حسام. وبعد كابتن حسام كان مشي وجي مستر مانويل. مستر مانويل لعبت معاه شويه. بعد كده مستر مانويل مشي فمسك كابتن محمد يوسف. بعديها طبعا لا يعني هو مستر مانويل كان في فترتها انا طلبت ان انا اطلع اعاره. كانت تليفونات بني سويف. كان في فتره مذبحه بورسعيد. هي في الفترة دي حتى الدوري ما كملش. كنت رايح في شهر واحد. كنت رايح في شهر واحد. لعبت تقريبا اربع ماتشات وبعد كده الدوري وقف وما كملش. طيب انت من ضمن اللعيبة اللي جمعت او يعني اتمرنت تحت ايد مانويل جوزيه وما تحت ايد ريني فايلر، ودايما الناس بتقارن بتقول ان في شبه كبير بين مانويل جوزيه وريني فايلر، وانت واحد اتمرنت هنا وهنا، ايه الشبه اللي ما بين الاثنين او ايه الاختلاف ما بين الاثنين؟ ممكن الشخصية، يعني ال 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 التشابه ما بينهم الشخصيه. الشخصيه. قوه الشخصيه ممكن. بيعرف يدير المباراه. يعني مستر مانو كان بيعرف يدير المباراه، مستر فايلر كان بيعرف يدير المباراه. ففي تشابه يعني في النقطتين دول. يعني اتعلمت ايه من مانويل جوزيه في الفتره هقول القصيره مش الكبيره، في الفتره القصيره انت اشتغلت معاه فيها؟ والله اتعلمت منه ان انا احارب، يعني ان انا اقاتل في كل تمرينه واجتهد في كل تمرينه واتعب في كل تمرين علشان اخد فرصه ان انا العب ماتش. فتعلمت يعني انا كل ده متعلم وانا صغير في النادي الاهلي. ان انا قاتل في كل تمرين عشان اخد فرصه حقيقيه في النادي الاهلي في الفريق الاول. فكنت فعلا بقاتل في كل تمرين ان انا اخد فرصه، وهو كان بيعلمنا وبيزود وبينمي فينا النقطه دي. يعني فاكر المباراه دي؟ فاكر الاهلي والزمالك 3-3. ثلاثة لعبت انت فيها شاركت فيها؟ نزلت مكان كابتن سيد كان اتصاب وطلع. نزلت اخر ثلث ساعه تقريبا. الهدف الثالث مع محمد بركات لما سجله، لما سجله وجريت وراه. كنت انا موجود في المباراه دي، نزلت برضو الشوط الثاني، انا برضو كنت موجود في المباراه دي اللي انتهت 3-3، وكانت مباراه كبيره جدا للنادي الاهلي. ويعني وقدر كمان يعني نجم الاهلي وقتها محمد بركات انه يعني يحسم وراه في الثواني كان هو الأخير. كان نجم المباراه دي محمد بركات، وكان متعب كمان. على ما اعتقد كان متعب. ده الهدف الثالث محمد بركات بعد ما سجل الهدف، وانت كنت من واحد من ضمن اللعيبه اللي راحت لمحمد بركات بعد الهدف ده. ايوه بالظبط، كنت لابس 39 وانا صغير. اول ما طلعت. ده انت اللي ورا محمد بركات هنا. انا رقم 39. لا 39. كنت صغير قوي. ما انت بقول لك انت من اللعيبه المحظوظه، طلعت في جيل في ابو تريكه، محمد بركات، في محمد شوقي، في سيد معوض، في جيلبرتو، في وائل جمعه، وما بين الجيل دلوقتي اكيد واحد عاش ما بين الجيلين، اكيد اكتسبت خبرات كبيره يا كابتن ايمن. طبعا يعني دلوقتي يعني الجيل القديم دوت علمنا حاجات كتير، يعني اتعلمت منه حاجات كتير، الصبر في الاوقات الصعبه. الاجتهاد. طول ما انت ماشي كويس حتى لازم تبقى مجتهد. طول ما انت شغال كويس ونجم واسمك كويس وبتاخد بطولات لازم تشتغل اكتر. اتعلمت منهم حاجات كتير صراحه. واحنا عايزين نرجع للهدف الثاني لو سمحت يا دكتوري، منظر او شكل جمهور النادي الاهلي في الاستاد،
الهدف الثالث عايزين نشوف شكل الجمهور، وانت واحد يعني كنت بتلعب وشايف استاد القاهره وجماهير النادي الاهلي دايما بتملى الاستاد، ودلوقتي الفتره يعني اعداد الجماهير قليله جدا مقارنه باعداد الجماهير دي، شعورك ايه وانت لاعب ما بين الجماهير اعداد كبيره مالية الاستاد وما بين دلوقتي برضو الاعداد قليله؟